الفريقين دخلا للمباراة بعنوانين مختلفين، الزوار من أجل إبعاد شبح السقوط وأصحاب الأرض من أجل ضمان البقاء. الشوط الأول لم يعرف فرصا تستحق الذكر إلى غاية الدقيقة 29، تمريرة بالرأس من وسط الميدان يلتقطها المهاجم جلول ويتوغل بأقصى سرعة على الجهة اليسرى ليمضي الهدف الأول لبلودية سعيدة. أصحاب الأرض واصلوا الضغط، واللاعب شحيمة يفشل أمام براعة الحارس خلفه في هذه اللقطة، لينتهي الشوط الأول بهدف للا شيء لصالح أصحاب الأرض. الشوط الثاني شهد استفاقة للزوار، وصالح صالح يفشل في تحويل هذه الفرصة إلى هدف. الدقيقة 60، اللاعب جنينة يتوغل في منطقة العمليات وبطريقة فنية جميلة يوقع الهدف الثاني للمولودية. شباب عين فكرون وعن طريق اللاعب بلعلم يقلص النتيجة عبر مخالفة مباشرة منفذة بإحكام في الدقيقة 75، لتنتهي المباراة بفوز مستحق لمولودية سعيدة يضمن لها البقاء في بطولة القسم الثاني، بينما يتأجل الحسم في مصير شباب عين فكرون إلى الجولة الأخيرة.